هذا الفلتر اللي قدامكم دير بالكم تجربونه على صور الميتين. تم انشاء الفلتر لغرض الونسة والضحك، مثلا صديقك نايم فتخلي عليه الفلتر فتنفتح عيونه وحلقه وظل تضحك عليه. بس مطوري الفلتر حذروا انه تستخدمونه على صور الميتين، السبب انه يخلي الصورة حية فتظل تتألم وتتأثر. راح اخلي لكم فيديو بسيط انه شلون تصير الصورة بعد ما تخلي عليها الفلتر.